هذه هي قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. دخل فريق الوداد الرياضي في مفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب بابلو غاينيت متوسط ميدان فريق منتخب غينيا الاستوائية والذي بلغ الدور ربع النهائي من منافسات كأس إفريقيا المقامة حاليا بالكاميرون. وأكدت مصادر مطلعة أن فريق الوداد الرياضي دخل في مفاوضات رسمية مع وكيل اللاعب المذكور بشأن إمكانية استقطابه لصفوف الفريق الأحمر. وأوضح المصدر ذاته أنه في حال التوصل لاتفاق بين الطرفين فإن الوداد سيكون مجبر على إيجاد حل بخصوص قيد اللاعبين في ظل توفر النادي على 5 لاعبين أجانب وعدم رحيل اللاعب سايمون مصوفا حتى الآن. تصدر الإشارة إلى أن غاينيت صاحب 27 سنة سبق له اللعب في صفوف اتحاد طنجة في الموسم الكروي 2017-2018، كما لعب في الدوري الكويتي والدوري العماني وكذلك الدوري الإسباني في الدرجات السفلى. إلى هنا نصل لنهاية الفيديو. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.